هلو سناب شات، هاي سناب. سوري في مشاكل عائلية، بس خليني اسكر الباب. جلال وماما عم بتقتلوا، شو عم تقتلوا؟ المهم رايحين على عيد ميلاد ابن خالي ادم. ادم يو نو وات اي مين. ادم رايحين على عيد ميلاد ادم. الاضاءة هون مو منيحة، خليني احطها هون. خليني افرجيكم شو راح البس. ثواني، بلوزة البيضة هي، بنطلون اسود، بعدين راح احط توتش غرين. ان شاء الله ما يكون مجعلك. ها فرجيكم الاوتفيت كامل تحت. هلا اخواتي البنات عم بتجهزوا هيك. ها خليني اعمل هاي. شعري عم فكر اخليه هيك ولا ارفعه لفوق. والله ما بعرف يا جماعه، اكتبوا لي انتو. شاهد عم تكتب لي رسائل، وينك لازم. المفروض كان من نص ساعه اكون عندها بالبيت، وانا متاكد انه نص ساعه شاهد ما لها جاهزه. ف بليز يا جماعه روحوا لعندها قولوا لها انه تجهزي. خالو شوفت عينك، خلصت لبس وليتني رح انطلق لك. ماشي، خلينا نشوف ردة فعل اخواتي بنات على الاوتفيت تبعي. عاملين حفلة البنات، اعطوني بس رياكشنكم على لبسي. والله ما بعرف شفتوني قبل بمرة، بس هلو كذابة شافته قبل بمرة. شعري اخليه هيك ولا لا؟ والله حلو شعري. اطلع جلال شعري اخليه هيك. لا فاهم، لذيذ الاوتفيت. خليك طالع مثل الزعران. ها خليه هيك شعري يعني. سو هذا هو تقريبا اللوك النهائي، بس هدول البواط الكبيرة بحبهم لأنه شهر بتحبهم. القميص نورت. خليني أفرجيكم الأوتفيت كامل. هلا ثواني، وين حط التليفون؟ حطه هون. شلون؟ نايس. كل حدا مسلم سيستم. نايس لتشوفني منيح. لوك ان ماي ايز. الله الحياه حلوه يا جماعه، بس نحن كيف نعيشها بلا هالفلسفه الفاضيه؟ على فكره هي فلسفه فاضيه ماشي، يعني الولدانين بدول يا حرام مثلا فقيره او 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 في عندهم مجاعات و و و و الحياه ما حتكون حلوه. لا ما بعرف، الدنيا حظوظ سبحان الله، والله اكيد ما حينسى حدا يعني، بس it is what it is. شوفوا لي الجو احلى. I love it. يلا خليني انا انطلق للحب. يا حب يا خليني احكي لكم قصة حزينة سريعة. ده حقيقي. شو صار معك هلا؟ سو يا جماعة، اهل شهد اخوه محمود نزلت تشتري كروسان في يوم يا حرام. فاللي صار انه فاتت اشتريت وطلعت ما لقيته، انه كانت ضايعه. وانا بستنى اي حدا معهمش خطوط، كمان معهمش خطوط اماراتيه، معهمش اشي. انا بس ضايعه ومو عارفه اروح واتركهم ولا ايش اعمل. ما حدا معه خط، ما بتعرف شو تساوي. ترجع على البيت تستنى تجي ماشي. يا انا البطل مو قال ايش بحكي لي؟ ضيقت الطريق. البطل احكي لهم عن البطل المنقذ بس شوي لو سمحتي يعني. اجا بعدين خطيبي خلني. حبينا تكون بطل شوي بس. روحي جنبي لهم اطلع لك. جبت جاكيت. وين جاكيت؟ ليش؟ ليش؟ اعتبروا فيه جاكيت. بس شوفوا الشعرات احلاهم. شلون الشعرات؟ شورت شعري. اموره. اموره؟ اموره بتجنن. حبينا شوي انتل بستايل. حبينا ستايل بسيط شوي مع تاتش شوي هيك الحلقه. شو بتحكي؟ ايش بتعملي؟ حسيت فكرت حكيت شيء غلط. خليني افرجيكم خالص يا منت. سواء ستايل الشهوده، لحظه ستايل الشهوده، ستايل الشهوده حلو كثير. ليك البوت بتجنني. الله يخلي لي اياكي. ماشي خلينا خالو لو سمحت شوي بس. فولي خالص يا منت يا جماعه، ان شاء الله بصير عمري 37 اكون مثل شكله بالضبط. شوفوا
اي 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 اعطيني هاي فايف اعطيني هاي قبل الرجيم ما كان فيني البس هيك شيء هلا هاي شيرين شو لابسه اسكندنافيا شو اسمه اسكندنافيا هذا كل شيء اي شيء بيلبسوه بيقولوا عليه عنه اسكندنافيا ما بعرف ليش طالعه شو اسمه ميرا لانه انا شو هدول اكيد المهم شاكيتك خالو على الاول ما شاء الله الله اي ثواني عبال ما اصعد لي انا هون اي اي شو هذا هذا الترايسبس يا جماعه اوه 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 ما شاء الله البنطلون على الاول شوفوا قماشته شو حلوه خالو حلو ما شاء الله والله خالو هاي فايف والله خالو حلو يا زلمه يلا بس انت شوي شوي بتصير ايه بدي بس شويه عضلات انا شويه حاله بتصير شويه عضلات